السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معنى الكلام أن هناك من يقول آمنا بالله، يقول لا إله إلا الله، ولكن عنده شرك. من أنواع هذا الشرك، حصل على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نزل مطر، فمن الناس من قال: اليوم طلعت مجموعة نجوم وجاءنا المطر. وهناك من قال: بل مطرنا بفضل الله ورحمته. فقال الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. طيب، من المؤمن يا رب؟ من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، الأنواء هي الأبراج، يعني تجد اليوم يقولوا مثلا اليوم برج كذا وبرج كذا وبرج الدلو وبرج الحوت وما شابه ذلك، مثل هذا في الأنواء اللي هي مجموعات نجمية. فقالوا لأنها طلعت مجموعة نجمية، يعني اليوم طلعت فجاءنا المطر. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. اليوم بقى نرى كثير من الناس يقولون: جاءت 2020 جابت لنا الكورونا، جاءت 2020 جابت لنا الأمراض، إمتى نخلص من 2020؟ إذا نجونا من 2020 سيحدث، يعني سنكون من المحظوظين أو ما شابه ذلك. 2020 ليست هي التي تجيء وليست هي التي تذهب بأي شيء من الأشياء، الله خالق كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: يؤذيني ابن آدم، هذا في الحديث القدسي الصحيح، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الليل والنهار مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. فعندما تسب الدهر، لأن الدهر هو الذي جاءك بالمرض، فأنت بالتالي تسب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا المرض. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. ليش يخبرنا عن الذين من قبلنا؟ لنتعظ ولنتعلم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا يا رب؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذا انتبهنا إلى هذه النقطة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كثرة الضحك تميت القلب. كثير من الناس الآن تجده يتكلم عن هذا المرض بضحك وباستهزاء، لا يستهزئ بأن يعني المرض خفيف أو لا، يحول هذا المرض إلى نكتة وإلى طرفة وإلى شيء مضحك، الكلام عنه والكلام عن سنة ما بعرف إيش والكلام عن حال الناس في هذا المرض، فيحول المصيبة إلى طرف، يأخذ منها طرف ليضحك الناس ويضحك. وكثرة الضحك تميت القلب. الناس عندما يكثرون من الضحك حتى على المصائب، لا يعود في ذلك القلب هذه الرقة وهذا التضرع وهذا اللين في تلك القلوب. ولهذا يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، ما ذكروا الموعظة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم، خذوا هذا مرض أزلناه، فقر خذوا مال خذوا كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فاحذر أخي الكريم من
النقطتين التي تكلمنا عنهما، نقطة نسبة الخير والشر إلى الزمن، ونقطة كثرة الضحك وعدم التضرع وعدم التذكرة. فنسأل الله أن يزيل عنا الهم والغم، ويزيل عنا الأمراض، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يحمينا ويحمي إخواننا في كل مكان من بقاع الأرض. إن الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.